أهلا بكم. لماذا تتكتم حكومة محمد الشيع السوداني في العراق على منح إيران عقدا بقيمة 4 مليارات دولار مقابل خدمات وهمية سميت فنية وهندسية من دون أن يكشف عن طبيعتها، حيث روجت وسائل الإعلام الإيرانية للعقد بالتزامن مع زيارة السوداني إلى طهران، بينما لم تشر أي من وسائل الإعلام الحكومية في بغداد للعقد، في وقت اعتبرت مصادر اقتصادية عراقية اعتبرت العقد الملياري أشبه بهبة مجانية من السوداني إلى إيران بعد الحصول على رضا وحماية المرشد الإيراني. ووصف ناشطون وإعلاميون ومراقبون للشأن العراقي أن محمد الشيع السوداني عاد من طهران إلى بغداد رافعا صك رضا خامنئي بزيادة مذكرات التفاهم والتعاون واستيراد المزيد من البضائع الإيرانية وزيادة ترسيخ النفوذ الإيراني في العراق، بالإضافة إلى زيادة مكتسبات إيران والكتل الملياريه الخارجه من العراق الى طهران. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام على الصفقات المستعجله لصالح ايران على حساب الشعب العراقي وعلى حساب حقوقه في ثرواته وامواله الوطنيه، وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي، الوضع الاقتصادي المتهالك، وانعكاساتها ايضا على زياده نفوذ ايران في العراق وتبعات ذلك. سيكون معي في حلقة اليوم الدكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ضيفي عبر سكايب. دكتور يحيى، مرحبا بك. أهلا مشاهدي رافدين. وأيضا سيكون معي الدكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي، ضيفي عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور هلال. أهلا وسهلا بكم ضيفك الكريم. وكذلك أيضا أرحب بالدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي، ضيفي عبر سكايب. دكتور صباح، مرحبا بك. مرحبا بكم. إذن مرحبا بكم ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. السلطة الحالية في العراق تتشبث بكل شيء من أجل البقاء في الحكم للحصول على مزيد من الأموال والسيطرة ولو كان على حساب العراقيين، وتأسيس دولة ضعيفة فاشلة لمصلحة تقوية إيران. فالعراق أصبح ينطبق عليه تعريف الدولة الفاشلة، حيث تنتشر الميليشيات المسلحة، فضلا عن أن السلطة الحالية ليست شرعية وهي عاجزة عن اتخاذ قرارات موحدة نتيجة فساد النخب السياسية وولاءاتها لجهات إقليمية ودولية. وفقا لموقع ميدلست أونلاين، حكومة السودان الحالية منذ تشكيلها تؤكد يوما بعد آخر مدى نفوذ الميليشيات على المشهد العراقي وسيطرة الأحزاب الفاسدة على مقاليد السلطة. فقد أعطى السوداني الحرية للميليشيات في التدخل بالقرارات الاستراتيجية بحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. السوداني في أثناء زيارته لإيران لم يتحدث عن استمرار الاعتداءات الإيرانية على شمالي العراق واستمرار قطعها روافد الأنهار، الأمر الذي فاقم أزمة الجفاف، لكنه ذهب ليمدح إيران ويتغنى بمنجزاتها، وعمل من قبل على إنشاء علاقات ودية مع السياسيين والميليشيات الموالية لإيران في العراق من أجل وصوله لمنصب رئاسة الوزراء. وسائل إعلام إيرانية كشفت عن أن رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني أبرم مع إيران صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لتعويض خسارتها من جراء تراجع صادراتها إلى العراق في العام الحالي هذا. وتكتمت الحكومة في بغداد على هذه الصفقة مقابل ما سمي خدمات فنية وهندسية من دون أن يكشف عن طبيعتها. وقد عدت مصادر اقتصادية عراقية العقد الملياري أشبه بهبة مجانية من السودان إلى إيران بعد حصوله على رضا خامنئي وحمايته. الطبقة الحاكمة في العراق فاسدة لا يرجى منها أي إصلاح، هذا ما لخصه تقرير معهد تشاتام هاوس البريطاني للدراسات. وبالتالي فإن ثمة ولاءات ومصالح أكبر من مصلحة العراق والعراقيين بالنسبة للأحزاب والميليشيات الحاكمة.
إذن أبدأ معك دكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. دكتور يحيى، يعني هل فعلا أعطى محمد الشيع السوداني رئيس الحكومة الحالي في العراق إيران أو بعقدا بقيمة 4 مليارات دولار؟ هل هي هبة مجانية مثلما وصفها مراقبون؟ أحييك وأحيي ضيوف الكرام ومشاهدي قناة الرافدين الكرام مرة أخرى. حياك الله أخي الكريم. بالنسبة لمحمد الشياع السوداني، هو أحد هذه المنظومة السياسية والأحزاب الميليشياوية التي جاءت بعد 2003، وهو لا يختلف عن بقية زملائه ممن رهنوا القرار السيادي والمصيري للعراق بيد مرشد إيران وبيد الطبقة السياسية في إيران. لذلك ما نشرته الصحف الإيرانية عن هذا العقد فهو حتما هو هبة، لأن لا توجد هناك أي استشارات لا فنية ولا هندسية بالنسبة لإيران داخل العراق، والتي إيران تواجه اليوم ثورة شعبية غير قادرة على القيام بمهامها. لذلك فإن السوداني عندما قدم هذه 4 مليارات هو تعويضات للخسائر الاقتصادية التي منيت بها إيران من جراء هذه التظاهرات، وليس من قلة الصادرات تجاه العراق. دكتور يحيى، يعني لماذا وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن هذا العقد بقيمة 4 مليارات دولار في حين وسائل الإعلام التابعة للحكومة في بغداد لم تذكر أبدا هذا الأمر؟ يعني هل هناك سر؟ هل هناك من وجهة نظرك ربما توصيات بالتكتم على هذا العقد الذي سمي بأنه من أجل يعني خبرات، تقديم خبرات هندسية أو فنية، في حين لم تذكر بتاتا هذا الأمر؟ لماذا برأيك؟ نعم، هو جاءت توجيهات للوسائل الإعلامية في العراق بعدم نشر ذلك حتى لا يكون هناك أي حديث، لأن الإطار اليوم يتحدث عن إصلاح، ويتحدث محمد الشياع السوداني عن خطوات لتحسين الوضع العراقي. فليس من المعقول أن تنشر الصحف اليوم أنه يقدم هبة ب4 مليارات دولار لإيران هي كافية لتشغيل الآلاف من الشباب العاطل في العراق. لذلك لا يريد التشويش على هذه الشعارات الفارغة والكاذبة بالإصلاح والفساد، خصوصا بالإصلاح وتحسين الحالة المعيشية، في وقت ترتع هذه الأحزاب في ظل هذا الفساد المستشري ومستمرة في عملية التقاسم فيما بينها للموارد العراقية، وتقديم ذلك إلى إيران حامية مشروع الفساد التي يستشري في هذه الوزارات وفي هذه القطاعات، والذي جعل من 50% من العراقيين من الشباب العراقي في عاطلين عن العمل، إضافة إلى صعود الدولار في وقت إن يتحدثون عن أن هناك خزين مالي كبير للعراق، لكن لا ينعكس هذا على قيمة الدولار في السوق العراقية. وهنا أريد أن أجيب نقطة رئيسية وإن كانت خارجية. العراق قبل 2003 ولمدة 3 سنوات لم يقدم لا للبنك الدولي ولا ما يسمى الرصيد للعملة العراقية، وإنما كانت تطبع العملة العراقية في العراق دون أي رصيد، ولكن بقى الدولار بسعر 1580. فكيف اليوم العراق يعطي غطاء لهذه العملة بما قيمته أكثر من 100 مليار، وما زال الدينار الدولار يصعد أمام الدينار العراقي إلى أن وصل إلى قبل إلى اليوم إلى 1530؟ يعني هذه جريمة كبرى في الاقتصاد العراقي. أين هم هؤلاء الاقتصاد؟ إذا لا يوجد اقتصاديون في العراق ولا توجد عملية إصلاح، هناك عملية فساد مستشرية، وهناك سيطرة إيرانية واضحة المعالم على مفاصل الدولة العراقية، وأن رئيس الوزراء الذي يتحدث بشعار
الشعارات الكاذبة وبالإصلاح ما هو إلا دمية بيد طهران وبمباركة أطراف دولية تبارك استمرار هذه الحالة المزرية للعراق وحالة الخراب والتدمير سواء للاقتصاد العراقي أو لقطاع البنية التحتية العراقية الأخرى. نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت. دكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي، مرحبا بك مرة أخرى. لماذا يتهافت برأيك تتهافت النخب السياسية؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور هلال الدليمي، سنعاود مرة أخرى الاتصال به. السؤال إليكم دكتور صباح. علو دكتور صباح، النخب السياسية في العراق تتهافت إلى إيران لتستحصل رضاها بأموال العراقيين، هل العراقي حائط صيص؟ تحية لكم ولضيفكم الكريم ومشاهدي قناة الرافدين. حقيقة ما يحصل حاليا بحكومة جديدة برئاسة السيد شيع السوداني، تحاول هذه الحكومة ويحاول شخصيا السيد السوداني أن يرفع من طبيعة الأزمات التي يعيشها العراق من خلال وعود سبق أن قدمها عديد رؤساء الوزارات السابقين للحكومات العراقية منذ 2003 ولغاية الآن. وهذه الوعود حقيقة أصبحت في مهب الريح بالنسبة للشارع العراقي، لا يمتلك أي شكل من أشكال الثقة بالحكومات العراقية كي يتمكن من الاعتماد على برنامجها إذا كانت تمتلك برنامجا. وبينما نلاحظ أن السيد السوداني بدأ بعملية محاربة الفساد من خلال إلقاء القبض على أحد المنفذين في سرقة ما يسمى بصفقة القرن، وهي ليست صفقة القرن وإنما حقيقة سبقتها عديد السرقات للأموال العراقية التي تقدر حسب خبراء ماليين بين 350 إلى 500 مليار دولار منذ 2003 ولغاية اليوم. ولكن السيد السوداني صباح حاول أن يدغدغ مشاعر الشارع. نعم دكتور صباح، هذا الرقم الملياري 4 مليارات أليس كافيا من الناحية الاقتصادية لخلق فرص عمل وتشغيل الكفاءات؟ لا نقول تشغيل الشباب، لأن مصطلح تشغيل الشباب يقودنا إلى ثورة ونبذ الحكومة ونبذ الفساد، هذه المصطلحات التي نسمعها منذ 2003 إلى الآن ولكن لا فائدة. من الناحية الاقتصادية 4 مليارات دولار أليست كافية لتشغيل الكفاءات في جميع القطاعات سواء كان الكهرباء أو النفط أو الزراعة من أجل خلق المزيد من فرص العمل وبالتالي تشغيل الشباب بعد ذلك، بالتالي النهوض بالواقع الاقتصادي ومن ثم النهوض بالواقع المجتمعي في العراق؟ عندما تخرج الأموال من العراق إلى طهران، ما تأثيرها من الناحية الاقتصادية على العراقي، على المواطن الذي ينتظر فرص عمل؟ والعراق ليس خاليا من كفاءاته كما تعلمون، في غضون شهرين التاريخ أثبت أن العراق أعاد بناء بنية تحتية كاملة في 91. بالتأكيد أن الأموال العراقية الداخلة بعد ارتفاع أسعار النفط وهناك حالة من حالات التبجح للسلطة السياسية في إدارة المال العراقي الذي يتراوح حاليا بحدود حوالي 87 مليار دولار في خزائن البنك المركزي العراقي، لكن الأربعة مليار التي هبها السيد السوداني إذا كان حقيقة إلى إيران لا يمكن أن تصل إلى إيران حقيقة، والسبب أن هناك حاليا تحكم بالمال العراقي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. يعني يجب أن نعلم قبل أسبوعين أصدرت الخزانة الأمريكية تعليمات للبنك المركزي العراقي في مسألة غسيل الأموال، أن هناك صعوبات سيلاقي
حركة المال العراقي من العراق في عملية غسيل الأموال صعوبات كبيرة جدا وتشدد ورقابة ومتابعة. إذن السوداني تكلم بهذه الهبة ولكن لا يمتلك إيصالها إلى إيران. حقيقة يجب أن ندرك هذا الجانب. ولقاء السوداني لفترة شهر من تعيينه التقى بالسفيرة الأمريكية 7 مرات، أو بالأحرى هي التي طلبت اللقاء به. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك جهة تعمل على توجيه السيد السوداني رغم انتمائه إلى إيران وسياستها سواء بالعراق أو المنطقة. ولذلك هناك متغير قد يحصل نتيجة لعملية الصراع في عملية استعادة بناء الدولة العراقية، ليس بأيدي السياسي الذين فشلوا منذ 2003 ولغاية الآن، ولكن هناك عوامل دولية تستدعي هذا الجانب. يعني كلنا ندرك أن برايمر 2003 قام بتفكيك الدولة العراقية. أما الآن ألاحظ أنا شخصيا أن هناك عمل على استعادة بناء الدولة، ولكن سيأخذ وقتا وجهودا وتضحيات. المال العراقي الموجود ليس سائبا حقيقة الآن، خصوصا هذا العام وحتى الأعوام الثلاثة القادمة من عمر الحكومة إذا استمرت بهذا المنوال. ولذلك لاحظ هناك فيتو على حركة المال العراقي تتحرك دون أن تستجيب لعمليات الهدر التي أو الهبات التي تقدمها الحكومات، مثل ما قدم وعدا السيد السوداني بدفع مبلغ 4 مليار نتيجة لخفض التجارة مع إيران. وهذا طبعا بالتأكيد سيؤدي ذلك إلى خسارة عراقية إذا ما تم تحقيق ذلك. وأربعة مليار تكفي حقيقة لإيجاد مشاريع واسعة وإنتاجية وتشغيل جزء كبير من الكادر المعطل بالعراق. لذلك دكتور صباح، هذا يتناقض يعني بشكل أو بآخر مع عملية محاربة نحن الفساد. نحن فقط نتحدث عن موضوع 4 مليارات دولار، هناك 1100 مليار دولار من أموال العراقيين هربت إلى خارج العراق. سأعود إليك مرة أخرى دكتور صباح. دكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي، مرحبا بك. حياكم الله. عليكم السلام. دكتور هلال، أموال العراقيين أين تذهب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكرام ولمشاهدي قناة غافلين. المال العراقي قدر له أن يكون سائبا منذ 2003 ولحد الآن، والسيطرة على هذا المال هي السيطرة الدولية بعدة أشكال، منها الاحتلال الأمريكي المباشر الذي أتى بكل الأدوات للتنفيذ والسيطرة على المال العراقي، من التهريب إلى تسهيل الأموال إلى دعم إيران. رغم من أنه الإعلام نسمعه أن هناك صراع ما بين أمريكا وما بين إيران في العراق، ولكن من أتى بإيران إلى العراق غير أمريكا؟ وأمريكا وإيران هما الشريكان الأساسيان في تدمير العراق. والقضية أصبحت لا تحتاج إلى دليل بأنه كل الحكومات التي باركتها إيران باركتها أمريكا أولا ودافعت عنها وحمتها ولا تزال تحميها لحد الآن. إذن المال العراقي مقدر له أن لا يكون في العراق، وهذا التهريب والسرقة وتهريب المال العراقي بهذا الحجم هذه المبالغ. الحقيقة نحن قبل في 2016 هناك تقرير اقتصادي رصين يقول أن مجموع الأموال التي هربت ولم يستفاد من العراق منذ 2003 ولحد ذلك التاريخ بحدود 1020 مليار، ما تلاها من 6 سنوات التي مضت. إذن 1100 مليار دولار عراقي هي كلها هربت إلى الخارج. ونلاحظ أن المباركة الأمريكية لحكومة السوداني كانت مبكرة،
أما لماذا إيران هذه كل الذين أتت بهم الأمريكا يحجون إلى إيران بعد أول انتخاب لهم من رئيس الحكومة إلى الوزراء إلى رئيس البرلمان ومن لم ترضى عنه إيران يخرج. ولاحظ هذه العملية التي قادتها إيران بامتياز، عملية الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة والإطار، وهو الذي لم يقدم شيء بالانتخابات والشعب العراقي قاطع انتخابات، ولكن أعادوه إلى بسيناريو أصبح واضحا ومفضوحا بأن هناك سيطرة واضحة. فإذا لماذا إيران تريد التدخل بالعراق وتريد السيطرة على العراق بهذا الشكل؟ لأن الذين يقومون على العملية السياسية هم أتباع لإيران وخدموا إيران بالحرب. يعني الذي يرفع السلاح ويقاتل مع إيران 8 سنوات ويحكم العراق الآن وكان يقتل العراقيين، هل تعتقدون أو يعتقد مع المواطن العراقي أنه سيخدم العراق؟ بكل تأكيد لا، ولاءه لمن حمل السلاح لأجله. وهذه الأحزاب التي أتت بأمريكا كانت بدراسة وبدراية شديدة أنها ستقوم بعملية التدمير المطلوب بشكل حقيقة جيد وجيد جدا. دمرت الشعب العراقي، دمرت الاقتصاد العراقي، دمرت الصناعة العراقية، دمرت كل ما هو مبني في العراق. من أول شيء عملته طرد الكفاءات العراقية والحكم بالكثير عنهم، و القضية حقيقة تطول. لكن أينما يستخدم المال العراقي ومن قبل من؟ يعني نحن نلاحظ أن الحكومات الوزارات العراقية بشكل عام لم تقدم شيء للمواطن العراقي، بل على العكس يعني مال هدر. يعني بشكل عام المواطن لم يستفاد شيء لا من 4 مليار ولا من 1000 مليار. المواطن الآن يبحث عن الأمن والأمان وعن شيء يعمل في بلده، البلد مستباح من كل الجهات الأجنبية بشكل واضح وواضح جدا. نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت. دكتور يحيى السنبل، ميدل إيست لاين تتحدث عن أن العراق، تصف الحكومات في العراق أو الدولة العراقية بالدولة الفاشلة، لم تقدم أي شيء على مستوى الخدمات وعلى مستوى البنى التحتية وعلى مستوى الوظيفة المناط بها، من المفترض أن تقوم بها، هي خدمة المواطن وكذلك تحقيق التنمية. هذه كلها معايير دولية. عندما تتحدث الميدل إيست لاين وتقول أن الدولة في العراق دولة فاشلة، من وجهة نظرك إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ أخي الكريم، حكومة تنتج من الاحتلال لا يكون همها إلا إفشال الدولة. لذلك نحن نلاحظ بأن هذه الحكومات في ظل الاحتلال لم تقدم يوما شيئا إلى المواطن، وإنما جاءت لخدمة هذه الأحزاب أو دكاكين الأحزاب أو هذه الأدوات وتشغيلهم وتقاسم هذا المال بينهم وإرضاء القوى الدولية التي جاءت بهم، سواء إيران أو أمريكا أو غيرها. ثانيا، أنا أقول للأستاذ الدكتور صباح علو بأن أحد عملاء أمريكا وأقزامها في المنطقة قال المتغطي بالأمريكان عريان، فالأمريكان كل قراراتهم كاذبة لإلهاء الرأي العام الدولي بأن هناك عملية سياسية في العراق، في وقت إنهم مهزومين في العراق أمام المشروع الإيراني، وإن إيران قد يختلفون معها مع ملفات أخرى، لكن راضين بكل ما تقوم به إيران في العراق من سرقة للمال العام ومن تدمير لقطاعات الدولة. لم يعمل أي مصنع في العراق، لم تنتج أي كهرباء في العراق، دمرت الزراعة في العراق، دمر التعليم والتربية في العراق، دمر القطاع الصحي في العراق. ما الذي فعلته هذه الحكومات التي جاءت بها إيران وبمباركة أمريكية؟ أمريكا الآن تريد أن تقول للعالم بأنها ما زالت تمسك العصا في العراق وإنها توجه. أنا أقول لك ومتيقن بأن أمريكا لا تملك 10% من القرار في العراق، وإن حركات سفيرتها في العراق بلقاء الميليشيات والوزراء هو لتغطي على هزيمتها المنكرة. فقد هزمت في العراق قبل أن تهزم في أفغانستان، هزمت في العراق من اليوم الأول التي سمحت لقاسم سليماني بتفجير مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام، وسمحت لإيران بإشعال الحرب
الأهلية في العراق أو أرادت أن تشعلها برعاية وبمباركة أمريكية لأنها خسرت كل شيء، وإن هذه أمريكا التي يعول عليها بعض الناس إنما هي أداة لإيران في تنفيذ مشروعها في المنطقة، وإن العراق ما هو إلا برعاية أمريكية ليكون منطلقا للإرهاب الإيراني تجاه دول المنطقة الأخرى التي باركت غزو العراق وتدميره وستصطلي بنار إيران عن قريب. لذلك لا يمكن التعويل على أمريكا، أمريكا التي تصدر أسماء بالخزانة الأمريكية وأنهم ممنوعين، الآن هم موجودين في الحكومة العراقية رغم أنف أمريكا وأنف سفيرتها في بغداد. أمريكا لا تقوم بأي عمل في العراق، وجعلت الملف العراقي هو الملف الثانوي لتتذرع بالحرب الروسية الأوكرانية أو مواجهة الصين. لذلك فأمريكا لا يمكن التعويل عليها في إعادة أي بناء في العراق، وإن إيران تقوم الآن بالسيطرة الفعلية والتامة رغم كل هذه الأسماء وهذه التوجهات. الشياع السوداني هو أحد هذه العصابات والزمر التي جاءت بهم أمريكا من خلف الحدود وسلمتهم السلطة في وقت هم لم يقوموا بإدارة مدرسة في حياتها. وإن كان شخص السوداني كشخص الرجل غير مغادر للعراق، حتى أكون بذلك لا يرد عليه أحد ويقول إنه من داخل العراق، ولكنه من ضمن عصابات هذه الأحزاب. هم لم يعملوا، هم ليسوا رجال دولة، غير قادرين على قيادة دولة، لذلك لم يستطيعوا حتى أن يبذروا بهذا الحقل من أجل أن يكسبوا المنتوج لشعبهم أو لدولتهم. لذلك هؤلاء يعملون لصالح إيران الذي يحتحميهم، لصالح الملالي ولصالح هذا المرشد الذي يعطيهم الحماية والأمان في نهب أموال العراق. وإلا أين هو العراق؟ أين سكك الحديد بالنسبة للعراق؟ أين خطوط النقل؟ باعوا حتى الخطوط الراديوية في العراق، باعوا حتى خطوط النقل، باعوا حدود العراق، باعوا مياه العراق. هؤلاء ليسوا رجال دولة، هؤلاء لا يمكن أن يبنوا العراق. لذلك هذه الأربع مليارات هذه قليلة غصبا ما عن الشاع السوداني. إذا يقول للمرشد تجيب اليوم 40 مليار يودي 40 مليار، مثل ما أرسل المالكي في عام 2014 الخزينة العراقية بأكملها 141 مليار نقلت بسيارات البنك المركزي من بغداد إلى طهران دون أن يكون هناك أي مساءلة أو كلام، والكل ساكتين وراضين بأنهم ذهبت لإيران وعلى المحافظات والوزارات أن تعمل بما تبقى لديها من أموال إلى حين إقرار موازنة في 2015. وفي 2015 أيضا تذهب كل المنافذ العراقية تسيطر عليها الميليشيات وتأخذ نسبة كبيرة، وتعلم أمريكا بذلك وجاءت بهذا الكاظمي الجاهل الذي لا يحمل حتى شهادة متوسطة يريد أن يكذب علينا بأنه ذهب إلى المنفذ الفلاني وبدل وعمل وكذا، وكلها كاذبة، بطولات فيسبوكية وإعلامية كاذبة وبعلم أمريكا المهزومة التي تغطي على هزيمتها بالمشاركة مع هؤلاء العصابات ودكاكين الأحزاب بتدمير العراق. المشروع الأمريكي هو تدمير العراق وتفقيره وعدم السماح حتى بالصناعة والزراعة فيه. هذا هو المشروع الأمريكي التي تنفذه إيران وتبارك لها عدد من الدول الإقليمية التي تنهب بالمال العراقي وتسرق منه. لذلك السوداني عندما يذهب بأربع مليارات رغما عن أنفه غير قادر على مواجهة، أما المال العراقي تسيطر عليه أمريكا فهذه أيضا كذبة من كذب أمريكا. أمريكا قبل أشهر أفرجت عن 150 مليار سلم لخامنئي في وقت تتفاوض حول المفاعل النووي. وهذه النتيجة، العراق عبارة عن ملعب أو حلبة صراع ما بين أمريكا وإيران، وتذهب حقوق العراقيين هباء منثورة أمام هذا الصراع. نعم. شكرا دكتور يحيى سعود إليك مرة أخرى، ولكن مشاهدينا الكرام نتواصل معكم بتقديم حلقة تحت الضوء، ولكن فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونسلط الضوء في هذه الحلقة على الصفقات المستعجلة لصالح إيران بأموال العراقيين. دكتور صباح، بالعودة إليكم مرة أخرى، يعني عندما زار محمد الشيع السوداني طهران لم يتطرق إلى موضوع قطع الروافد والأنهار. نحن نعيش في مرحلة صعبة وعصيبة، المنطقة، العالم الآن يمر في مرحلة عصيبة، سواء من حيث الطاقة، من حيث المياه، من حيث المناخ، من حيث الحبوب، من حيث المجاعة، من حيث الجفاف. هذه القضايا أليست قضايا أمة؟ أليس من المفترض هو يمثل الأمة العراقية، أنه هو حامل لواء العراق في إيران، يذهب ويوزع المليارات ولا يهمه موضوع طرح موضوع قطع الأنهر، تدمير القطاع الزراعي المهم والأساس والعمود الفقري لأي اقتصاد بأي دولة؟ كيف تنظر له من الناحية الاقتصادية وانعكاساته على ازدياد معدلات الفقر في العراق؟ حقيقة لا يختلف اثنان أن هؤلاء ولاءهم إلى إيران، هذا لا يختلف به، وسلوكهم السياسي الجاهل في إدارة الدولة العراقية منذ 2003 ولغاية اليوم أخنقوا العراق وأدخلوه في نفق مظلم من الأزمات. ولكن ما هي الحلول المطروحة وما هي المشاريع التي ممكن أولاً أن تحد من عملية الانحدار إلى حالة الانهيار الكامل، أو كيف نتمكن من فك هذه الأزمات ونحن مقبلون على حالة التصحر، نقص المياه، التغير المناخي، التلوث البيئي؟ كل هذه الأزمات لم يهتم بها ليس السوداني فقط، وإنما الحكومات منذ 2003 ولغاية الآن لم تهتم بذلك. ولذلك لاحظ التصرف السياسي والأمني والاقتصادي لإيران في العراق أجبر هذه الحكومات الولائية على الصمت. يوميا تقصف سليمانية، أربيل وغيرها، وبكرة ممكن أن تقصف البصرة أو ديالة. العملية إذن تحتاج إلى إمكانيات في كيفية الوصول إلى أسباب حقيقية لعمليات إيقاف هذا النزيف، إيقاف هذه الأزمات والبدء بعمليات التغيير. هذا الجانب في اعتقادي المتغير الإقليمي والدولي يؤثر بالعراق، يعني هناك صراع دولي وإقليمي على الاستحواذ على ثروات العراق والعمل على السيطرة عليه سياسيا وجغرافيا. ما هو العمل؟ هذا الجانب الجوهري. أما أن هذه الحكومات أو الشيع السوداني أو غيره يتبرع بأموال العراق، هذا جانب حقيقة يدلل على أن هناك ولاء كامل لإيران.
كيف هو المخرج؟ طيب. ما هو صباح. المخرج الذي ممكن أن تعتمد عليه للخروج من هذه الأزمات؟ معلوم ومعروف. نعم. النخب السياسية وولاؤها لمن، ومعروف أنهم لا يحبون سوى أنفسهم، وكل من على قولة العراقي حود النار القرصته الخبزته، تمام؟ يعني السياسيون لا يهمهم الشعب، تمام؟ ولكن هنا في ضوء هذا الاستنزاف لأموال العراقيين علنا أمام وسائل الإعلام علنا، وهذا التباهي بتقاسم الكعكة علنا أمام شاشات التلفاز، كيف سيؤثر ذلك على الواقع المنحدر اقتصاديا للعراقيين في ضوء تدهور العملة، في ضوء غلاء الأسعار، في ضوء غلاء الإيجارات، في ضوء ازدياد نسب الفقر والناس التي لا تملك لقمة العيش، في ضوء اختفاء فرص العمل؟ أنا في اعتقادي ستتكرر تشرين 2019 بدايات العام المقبل. هناك حالة من التضخم خصوصا وبعد قرار الاتحاد الأوروبي بتخفيض أو بتحديد سعر البترول الروسي إلى 60، هذا قد يؤدي إلى عملية انخفاض الأسعار، حيث الروس يبدأون بعملية بيع الانتاج النفطي إلى دول أخرى وقد تكون بأسعار 70، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار أوبك أيضا. وأوبك حاليا اليوم هي في اجتماع لتحديد السياسة الانتاجية للنفط وعمليات الاستهلاك للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند وغيرها. إذن العراق قد يكون مقبل على أزمات مالية نتيجة لانخفاض أسعار النفط، قد تكون حتى ب70 أو 75. هذا إذن سيؤدي إلى زيادة في عمليات التحجيم أي شكل من أشكال الهدر، أو زيادة في عملية الصراع ما بين هذه القوى التي تعمل على الهبات والهدر للمال العام وغيرها، والاتفاقيات التي لم تتضح تجاريا أو ماليا سواء مع إيران أو غيرها. إذن هناك أزمات قادمة وخانقة قد تحرك الشارع وقد تتضامن مع الشعب الإيراني المنتفض حاليا، وقد يؤدي ذلك إلى إصلاح مكرهين عليه، أو قد تتضح عوامل جديدة إقليمية ودولية، خصوصا استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. اسمح لي أن أتحول بسؤال لدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، هل تتوقع أن يكون هناك انفجار وثوران في الشارع العراقي في ضوء هذا التردي الاقتصادي، وكذلك في ضوء استنزاف أموال العراقيين؟ نعم، هذا الأمر متوقع، لأنه حقيقة الوضع في العراق يدفع المواطن العراقي إلى أن يرفع صوته بعاليا، والآن انكشفت كل الأوراق وبانت كل الألاعيب، وما على الشعب العراقي إلا أن يسترد حقوقه بالطريقة التي تعيد له كرامته وتعيد له وطنيته وبلده. الشعب العراقي ما سكت عن الضيم، ولكن الإرهاب المقدس الذي فرض على الشعب العراقي منذ 2003 ولحد الآن، والميليشيات التي أسست لهذا الغرض أن تحمي المصالح الإيرانية في العراق بأموال عراقية، أعتقد أنه الآن ونلاحظ من التشرين المبارك ولحد الآن هناك حقيقة رأي شعبي يتنامى بشكل كبير أن الكل يتجه باتجاه هذا المطلب، أنه يجب أن يكون هناك تغيير أو ثورة شعبية حقيقية تزيل هذا النظام الفاسد الذي لم تبقى له حقيقة مبرر للبقاء لولا الدعم الأمريكي الإيراني والحماية الأمريكية الإيرانية المستمرة لهذا النظام. وإلا ما هي الفرص التي ينتظرها الشعب العراقي من الوعود الكاذبة التي تتكرر علينا كل ما تأتي حكومة جديدة تسبح بحمد إيران وتعطيهم ما يشاءون، والشعب العراقي يزداد نسبة الفقر والبطالة والعطل، كل أشياء مستوردة من الخارج ومعظمها من إيران. بدأت السياسة العراقية الآن
تخطط لصناعاتها واستهلاكها على ما يوجد في إيران. يعني الخطورة هنا، يعني نحن بلد نفطي، كيف نخطط الاقتصادنا وحتى وصل الحال إلى حتى السيارات نحولها إلى الغاز الذي لا نملكه نستورده من إيران. فبالتالي هناك حقيقة رأي للمواطن العراقي، والمواطن العراقي ما سكت عن الضيم أبدا، والدليل أنه عندما قام ثورة تشرين من الذي أراد الإطاحة بكل الأطراف المشاركة بالعملية السياسية الذين يسبحون بحمد إيران ليلا ونهارا. وما حدا بالمحمد الشيعة السوداني عندما ذهب إلى إيران، هو ذهب ليس لكي يعقد صفقة، وذهب ليأخذ الأوامر ويؤدي الولاء لسيده، لأنه كل هذه الأحزاب هي إيرانية الصنع بامتياز، وإن تعددت أسماؤها ومذاهبها. يعني هل يعقل أنه إيران تقصف شمال العراق وتقصف السليمانية وتقصف مناطق كردستان ونذهب نبارك لها ونمدح إيران؟ يعني هذا لا يعقل. يعني حتى من باب خلينا نقول الاتيكيت السياسي، أنت عندما تقوم دولة بقصف بلدك مهما كانت الأسباب عليك على الأقل أن تناقش الأسباب، أن تحلل، أن تعترض. ولكن هؤلاء هم إيرانيون أكثر من الإيرانيين. الإيرانيين الآن في ثورة ضد النظام الإيراني، والأحزاب الإيرانية في العراق تسبح بحمد الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني. إذن هناك حقيقة يعني أمل أنه تنجح الثورة الإيرانية، فعندما تنجح الثورة الإيرانية يسقط هؤلاء مباشرة، وهذا هو الأمل على الشعب العراقي أيضا أن يقول كلمته في هذا الأمر، لأنه لم يبقى في السيف منزع مثل ما يقول المثل العربي، لأنه لم يترك للمواطن العراقي إلا هذا. يعني حاول معهم بالإصلاح وبالثورات البيضاء وبالانتفاضات وبالتظاهرات السلمية، وكلها أبادوها بشكل أو بآخر. أبادوا المحافظات التي ثارت في 2013 على النظام السياسي في العراق، وجلبوا لنا باتفاق إيراني أمريكي داعش، وهذا أصبح واضح. ومن ثم دمروا هذه المناطق، والآن يدمرون جنوب العراق. ماذا بقى يعني للمواطن العراقي؟ يعني هذا هو السؤال. نعم، شكرا لك دكتور هلال. في أخيرا دكتور يحيى السنبل، من وجهة نظرك هل سيظل، أو بمعنى آخر هل ستظل أموال العراقيين، ثروات العراقيين، الطاقة البشرية، الموارد البشرية للعراق، هل ستظل طوق النجاة للنظام الإيراني، سواء في سياسات استراتيجية تخدم مصلحة النظام في سوريا، في اليمن، في لبنان، في باقي الدول؟ نرى أن هناك يعني استنزاف لجميع الموارد العراقية. 19 سنة مرت وندخل على 20. حقيقة لم تقوم إيران بهذا العمل إلا بعد أن ارتضت أمريكا أن تكون أداة بيدها لتحقيق المشروع الإيراني في المنطقة. لذلك إيران الآن ومنذ بداية الاحتلال عبر دكاكين أحزابها، وقد سيطرت بشكل أكبر بعد 2006، ومن ثم بإدخال داعش إلى المدن السنية استطاعت من السيطرة على كل مفاصل الدولة العراقية وتسخير هذه الموارد لصالحها. لذلك إذا لم يكن هناك عمل عراقي حقيقي يؤمن بأن إيران، هزيمة إيران هي من هزيمة المشروع الأمريكي في العراق. إيران هي ركيزة المشروع الأمريكي في تدمير العراق وفي تصحيره وفي جعله ساحة لتصفية الحسابات. وهناك أيضا أنظمة إقليمية غادرة تريد أن تبقى إيران لتنهش بالجسد العراقي ولتسرق من ثروات العراق بالتوافق مع إيران. هذا هو كله معلوم. المؤامرة الكونية على العراقيين التي جعلت من العراق ساحة تصفيات هي التي أوصلت البلاد إلى هذه الحال، وجعلت من هؤلاء الفاشلين واللصوص والفاسدين هم المتصدرين للمشهد السياسي العراقي التي رسمته لهم أمريكا بامتياز، وأعطتهم الأموال بحيث لا يمكن لجهة وطنية
أن تخترق هذه الانتخابات التي فصلت على مقاسهم. لذلك تبقى هذه الوجوه الكالحة والفاسدة تتداور فيما بينها على القرار السياسي العراقي، لا يمكن أن تتبدل مطلقاً. هذه الأحزاب هي نفسها وهذه الوجوه هي نفسها التي تسيطر وترهن القرار السيادي العراقي بيد ما يسمى الولي الفقيه في طهران. لذلك على العراقيين أن يفهموا إن كانت هناك تشرين قادمة بأن هزيمة أمريكا هي هزيمة إيران، وإن إيران لن تهزم إلا بهزيمة أمريكا في العراق وفي المنطقة، لأنها دولة الإرهاب ودولة الشر ودولة الإجرام ودولة الفوضى، وإنها هي التي تغطي على إيران في عملية التدمير الممنهج للعراق وفي استلاب سيادته وحدوده وأرضه وثرواته. لذلك على العراقيين أن يؤمنوا الإيمان القاطع بأن أمريكا هي من تقوم بكل هذه الإجرام، وهي من تغطي على إيران في سرقة هذه الموارد، وإن موارد العراق هي التي بنت المفاعل النووي الإيراني، وهي من بنت القوة الصاروخية الإيرانية، وهي من بنت الطائرات المسيرة الإيرانية التي الآن تصدر إلى دول مثل روسيا وغيرها، وهي من تدعم الميليشيات في كل المنطقة. ولكن هناك أنظمة غبية قذرة لعدائها وحقدها وحقارتها تجاه العراق ولؤمها تجاه العراقيين تغطي على هذا العمل وتقف إلى جانب هؤلاء الفاسدين في عملية الاستمرار حتى وإن كان على حساب تهديد دولهم وأنظمتهم وعروشهم. لذلك يجب أن يفهم العراقيون، نعم إذا كانت هناك من تشرين قادمة فلا بد من كنس هؤلاء الفاسدين الذين أنهكوا العراقيين جميعا في كل شيء، في قوتهم، لم تبقى هناك بطاقة تموينية، لم تبقى هناك رصانة للتعليم إضافة إلى مجانية التعليم، هناك مئات الآلاف من العراقيين غير قادرين على التطبب أو تطبيب مرضاهم في المستشفيات الأهلية التي تذبح المريض من الوريد إلى الوريد إذا دخل فيها، في وقت هناك تبنى المستشفيات في إيران باسم خامنئي وباسم هؤلاء الرموز الفاسدة والسارقة التي جاءت تنتقم من العراقيين برعاية أمريكية واضحة. وإن أمريكا إن اختلفت مع إيران في ملفات أخرى فإنها متفقة حتى وإن هزمت في العراق على عملية التدمير والانتقام من العراقيين. نعم، شكرا دكتور يحيى. في دقيقة واحدة دكتور صباح، لو تفضلتم وقلتم أن هناك ربما احتمالات لانخفاض أسعار النفط، من وجهة نظرك هل هذا سيضغط على الواقع الاقتصادي في العراق في ظل هذه الظروف الصعبة؟ حقيقة انخفاض أسعار النفط سيؤثر ليس فقط على العراق وإنما على المنطقة والدول النفطية بالدرجة الأساسية. يعني انخفاض أسعار النفط معناه انخفاض الإيرادات. انخفاض الإيرادات مع حالة من حالات التشدد في عملية دوران الأموال العراقية أو العمل على هدرها أو غير ذلك، سيؤدي ذلك إلى حراك شعبي كبير جدا، قد يؤدي إلى عدم إمكانية الإيفاء بالموازنات التشغيلية وليس الاستثمار. يعني هنا جانب جدا خطير. 2016 حيدر العبادي يتحدث أننا لا نمتلك إمكانية في عملية دفع المرتبات للأشهر الثلاث القادمة. إذن قد نعيش حالة من حالات 2016 أو تراجع أكثر نتيجة للتضخم النقدي، انخفاض قيمة الدينار، يؤدي ذلك إلى عدم وجود أيضا أي شكل من أشكال الاستثمار لهذه الإيرادات والأموال. نعم. ولذلك نلاحظ أن هذا الانخفاض سيؤجج من حركة الشارع. نعم. بشكل كبير جدا. نعم. قد يعطي إمكانية في الضغط على هذه العملية السياسية وبالتضامن مع الشعب الإيراني المنتفض في الظرف الحالي، يؤدي ذلك إلى عملية تغيير في العراق. نعم، إذن خزين مالي كبير للعراق دائما ما يتحدث به أو تتحدث به النخب السياسية، ولكن ما الفائدة؟ نسب الفقر
في ازدياد. أموال العراقيين تغدر وتهرب إلى طهران. مشاهدينا الكرام، أشكر ضيوفي في هذه الحلقة قبل الختام، الدكتور يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ضيفي عبر سكايب، شكرا دكتور يحيى. وشكرا لكم دكتور صباح علو الخبير الاقتصادي ضيفي عبر سكايب. وشكرا جزيلا دكتور هلال الدينامي الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقي مرة أخرى، في أمان الله.